ويوفقك. حبيبتي. أخي، أنا رايحة مشان أتدرب ببيت نيل، ومن هنيك بدي روح على بيت الحاكم، مشان هيك بجوز أنا أتأخر شوي عنده المساء. ها؟ هاي مرت أخي هون؟ هو الحقيقة مو مهم يعني إذا تأخرتي، وين المشكلة؟ بعدين أنت مع السيد نيل مو مع حدا تاني، فهمتي علي ما هيك؟ على كل حال نيل واحد منا، مو غريب ابدا. شو يا ابن حماي، انا غلطت شي بكلامي؟ ما غلطت. لازم اقول لك يا ابن حماي انه انا عن جد كتير بحترمك وبقدرك، ومنك لازم الانسان يتعلم انه تكون عنده ثقه بالعلاقات اللي بين الناس. يعني عن جد انت زلمه رائع جدا. شو عم تحكي؟ عندك فكرة؟ ايه بعرف يا أديتي، وهذا يلي عم حاول خبره للكل، انه نحنا في بيناتنا انسان محترم ورائع كتير. يعني هو فعلا هيك، بالرغم انه هو بيعرف تماما عن العلاقة اللي بين نيل وسالوني القديمة، عاطيهم كل حريتهم وبدون قيود كمان. هلأ شو هالحكي هادي اللي ماله طعمي؟ عمتي الحقيقة أي مشكلة بتضل بلا طعمة لبين ما يجينا دلائل وتثبت هاي الحقيقة. بس السؤال يا ترى، وين بتروح سالوني مرت أخي ونيل لحتى يعملوا إنعاش للحب اللي كان بيناتهم من زمان؟ وهلأ بيرجعوا للحظاتهم القديمة لحتى يرجعوا ينموا موهبتهم القديمة، ورغم أنه بيعرف نهار ما عم يعمل أي شيء، يعني ما ضل في تضحية ولا حتى في ثقة أكتر من هذا الشيء. هلأ برأيي خرجوا عن المألوف، لأنه هذا الشيء ما صار بالأفلام. خلص حاجة محاضرات إذا بتريد. رؤيا سيد نهار، أنا بعرف أنك ما بتحب تسمع المديح أبداً، وبعرف كمان أنك شخص متواضع، بس ليش عم تخبي الحقيقة عن عيلتك؟ اتأكد أنهم رح يصيروا يحترموك أكتر من هيك. خبرني هلأ، تتذكر قبل الزواج لما انت عرفت عنا وعن نيل كمان قمت اخدتها لمرت اخي وبالسر، وسفرتها كمان بالسر على مومباي لحتى يتزوج نيل. خبرنا بالله، هي كمان كذبة؟ شو كبيرة هالحقيقة، بس لسه في كمان حتى لو محل ماضي علاقة قديمة، صدقوني الذكريات ما بتنتسى نهائياً ما هيك؟